بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الرملي في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي بالحي السابع، قال: ومدلول العام من حيث الحكم عليه كلية، أي محكوم فيه على كل فرد فرد مطابقة، سواء أكان إثباتا أم سلبا. لا كل، أي لا محكوم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع، ولا كلي، أي محكوم فيه على الماهية من حيث هي. هو يتكلم هنا على مدلول اللفظ العام، وقبل أن نتكلم لابد وأن نتعرض لثلاث مصطلحات لابد من الكلام عليها، لأنه إذا فهمت هذه المصطلحات فهم بعد ذلك كل ما يأتي في كلام الشيخ من تفاصيل. ذكر أولا لفظ كلية، ثم ذكر لفظ كل، ثم ذكر لفظ بعد ذلك كلي، ثم ذكر مطابقة. يبقى هذه عندي كام؟ أربع مصطلحات. هذه الأربع مصطلحات لابد من الاطلاع عليها اطلاعا تاما حتى يتم تصور الكلام الذي يأتي به هنا، لا سيما وهو أيضا إمام كبير قد تكلم على هذه المصطلحات، لكن بعبارة أظن أنها عبارة متقدمة على هذا الكتاب. الكلية هي عبارة عن الحكم على كل فرد على حدة. قال صاحب السلم: والكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما. مش كلية يعني كلية الشريعة ولا كلية أصول الدين، لا، هو يتكلم هنا على لفظ ومصطلح منطقي، وهو أنه إذا ورد الحكم على كل فرد 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 بحياله سمي ذلك كلية. والكل حكمنا على المجموع ككل ذاك، وحيثما لكل فرد حكم، يعني حيثما ورد الحكم على كل فرد 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 فإن ذلك يسمى كلية. كلية مش كلية أزهرية. أقول مثلا: خيري طالب جيد، شوال طالب نبيه، إسحاق طالب نشيط. حكمت على هذا بحكم وهذا بحكم وهذا بحكم. ما يسمى هذا؟ يسمى كلية، لأننا قد تكلمنا وحكمنا على كل فرد 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 بحدة. فحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية، فيكون هذا الحكم من قبيل الكلية، لأن المنظور فيه ورود الحكم على كل فرد فرد منفصل عن الآخر. طيب، عندي مصطلح آخر وهو مصطلح الكل. مصطلح الكل هو الحكم على مجموع الأفراد من حيث المجموع لا بالنظر إلى كل فرد فرد. على سبيل المثال تقول: أهل البلدة يحملون الصخرة العظيمة.
لا على معنى أن كل فرد يستقل بحملها لمنافاة قولهم العظيمة، بل أن هذا المجموع انضمت قواهم متجاورة واستقلت بالحمل. ليس معناه أن كل فرد يحملها، وإنما المراد أن مجموع هذه الأفراد هو الذي حملها. فأهل البلدة يحملون الصخرة العظيمة ليس على معنى أن فلان يحملها منفردا وعلان يحملها منفردا، لا، إنما المراد أن المجموع من حيث هو مجموع استقل بحملها. فالنظر هنا على الهيئة الاجتماعية لا على كل فرد فرد. طب والكل ما ذكرنا؟ طب والكل، الكل بيتكلم على أصل المعنى. الكل هو ما لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع، ما بمعنى شيء، لا يمنع تصور المعنى من أن يصدق على كثيرين، فهو معنى يشترك فيه الكثيرون، كالإنسانية. الإنسان إيه؟ حيوان ناطق. فالحيوانية الناطقية معنى يشترك فيه أفراد كثيرون. فالكل هو ما لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه، مثل المثال الدقيق الحيوان. إذا تصورنا حيوان وأنه متحرك بالإرادة فإنه يصدق على كثيرين، يصدق على الإنسان أنه حيوان، تقول الإنسان حيوان، يصدق على الحمار أعزكم الله تقول الحمار حيوان، يصدق على الكلب، الكلب حيوان، يصدق على الحصان أي الفرس أنه حيوان. فالحيوانية معنى كلي لا يمنع نفس تصور معناه من أن يشترك فيه كثيرون، من أن يشترك فيه كثيرون. هذا هو الكلي، ويقابله الجزئي عكسه، كخير مثلا، كإسحاق، ده جزئي. فهذا هو الكلي. لدي حاجة اسمها مطابقة، دلالة مطابقة. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام مسماه. فالإنسان على سبيل المثال يدل على تمام الحيوانية الناطقية. فإذا دل الإنسان على الحيوانية والناطقية تكون هذه الدلالة تسمى بدلالة المطابقة. يعني إيه مطابقة؟ يعني دلالة اللفظ اللي هو إنسان على كل مسمى على الحيوانية والناطقية. طب وإذا دل على جزء المسمى من حيث إن الكل يدل على الجزء، دي مهمة، يبقى دلالة التضمن. إذا دل على من خلق الإنسان دلالة التزام، لأن الإنسان مخلوق يحتاج إلى خالق، بخلص. هي دي الدلالات الثلاث، واخد بالك؟ دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه يعني دلالته على جزئه تضمن وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. طيب يا سيدي، يبقى عندنا ثلاث حاجات. هيا بنا ننظر إلى اللفظ العام. جاء الطلاب
من حيث الحكم على الطلاب. العام هنا ننظر فيه إلى أننا قد حكمنا على هذا اللفظ باعتبار أفراده، يكون حينئذ من قبيل دلالة الدلالة الكلية. يعني إيه كلية؟ يعني أن هذه الجملة في قوة قضايا متعددة، فعندما نقول جاء الطلاب معناها جاء خير الأنام وخير النظام ونجم الدين وسراج الدين وشمس الدين ولمبة الدين وكهربة الدين كل ذلك. فالجملة كما ترون مفككة، فككها هتعمل لك كام؟ هتعمل لك جمل متعددة. يبقى دلالته ايه؟ قالوا دلالته دلالة مطابقية على سبيل الكلية. ولذلك هو ده الكلام اللي هم نقله الأكثر، وإن نظر فيه البعض مالناش دعوة بالمناقشات، أهم حاجة نفهم. طيب، وليس دلالته كلي، لأننا عندما نتكلم على العام لا ننظر فيه إلى ماهية اللفظ، إلى معنى اللفظ، إنما ننظر فيه إلى الأفراد، ولا ننظر فيه إلى مجموع الأفراد، إنما ننظر فيه إلى كل فرد بحيث كل فرد 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 فرد. ولذلك عندما أقول جاء الطلاب يعني جاء فلان وفلان 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 وفلان، فكأن الطلاب أخذناها ووضعنا مكانها أشخاص الذين جاءوا، وحكمنا على كل شخص شخص بالمجيء. يبقى دي اسمها ايه؟ دلالة تضمنية، دلالة مطابقية وليست تضمنية. يبقى دي اسمه ايه؟ اسمها مدلول العام، مدلول الصيغة التي وضعت للعموم. مدلولها من جهة ايه؟ مهلها جات متعددة، قالوا من جهة الحكم عليها، من جهة الإسناد. عندما أقول الطلاب، الألف واللام التي تدخل على الجمع تفيد العموم، خلاص عرفنا. يبقى هنا مدلول الطلاب من حيث أننا سنحكم عليهم بالمجيء أو النجاح أو الرسوب أو إلى آخره. هذه الدلالة بما تسمى قالوا كلية. يعني إيه كلية؟ قال يعني حكمنا فيها على كل طالب 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 على حدة. طيب، ومش دلالة يعني وليست كل الدلالة من قبيل دلالة الكل على أجزاء، لا، لأن الأفراد دي مش أجزاء للفظ العام، ده دي أفراد لللفظ العام. ولا الحكم فيها وارد على مجموع الأفراد. جاء الطلاب، ما الحكم مش وارد على مجموع الطلاب، مش وارد على الهيئة الاجتماعية، لا، ده وارد على كل فرد فرد، لأن كل فرد فرد هو الذي جاء. مش عاملة زي أهل البلدة يحملون الصخرة العظيمة، الكل اشتركوا فيها في حملها ولم يستقل واحد منها بحمله، بخلاف حضر الطلاب، ده كل واحد استقل بالحضور. فهمنا؟ وليس الحكم فيه على الماهية، ماهية اللفظ العام اللي هو المفهوم الكلي. جاء الطلاب ليس الحكم فيه على حقيقة الطلاب، وإنما الحكم فيه على إيه؟ على كل طالب. مش معناها حضرت ماهية الطلاب التلاميذ، لا. طب يلا نقرأ. قال ومدلول العام من حيث الحكم عليه، أي على هذا المدلول، كلية، يعني الحكم فيه من باب الكلية،
وعرف الكلية بأنها محكوم فيه. أي يعني إيه كلية يا مولانا؟ يعني إيه كلية؟ قال له محكوم فيه على كل فرض 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 على حدة، مطابقة. يعني كأنها يا مولانا هي مطابقة، بس هم اختصروا في اللفظ، بدل ما يقول لك جاء فلان فلان وفلان وفلان ويعدد له 500,000 طالب، جاء بلفظ يشمل كل هذا. مطابقة يعني دلالة مطابقية. سواء أكان إثباتا، يعني سواء كان في جانب الإثبات جاء الطلاب، أم سلبا، أنا جيت في يوم وقلت لم يأتي الطلاب، يعني لم يأتي فلان ولم يأتي فلان ولم يأتي فلان ولم يأتي فلان. فالسلب والإيجاب كذلك، لا كل، يعني ليست دلالة العام من حيث الحكم عليه كل، والكل هو الحكم على الإيه؟ على المجموع، كما قال صاحب السلم، والكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوع. عارفينها كل ذاك ليس ذا وقوع يعني ايه؟ لان ده بيشير الى حديث سيدنا صلى الله عليه واله وسلم في انه سلم من ركعتين، فقام رجل يسمى ذو اليدين وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ حاجة من اثنين، يا قصرت يا نسيت. فسيدنا قال كل ذاك لم يكن، بس حاجة من اثنين. قال أصله هو لما نفى نفى الهيئة الاجتماعية، وحيثما لكل فرد، لا بيقول لك ايه بقى، والكل حكمنا على المجموع، يعني على مجموع وهيئة هذا وذاك، وليس حكم على ان لا ما فيش نسيان ولا ما فيش قصر، وان كان هذا يصح باعتبار يعني ما يعرفه صلى الله عليه وسلم، لان ربنا الذي فعل به هذا حتى يتم التشريع. فكل ذاك ليس ذا وقوع، يعني قال له لا، لم كل ذاك لم يكن، يعني ايه المجموع؟ ولكن قد وقع، قد وقع النسيان، ولكنه نسيان تشريع، غاب بالحق عن الخلق. طيب الحكم على المجموع مثل ايه؟ شيء بقى يعني نتكلم فيه، اهل البلدة يحملون الصخرة العظيم. يبقى عندما اقول جاء الطلاب مش معناه ان المجموع اللي جه، لا، ده المراد ان كل فرد جه، اي لا محكوم فيه على مجموع الافراد من حيث هو مجموع، من حيث إنه مجموع. طيب فهمنا كده؟ حتى قال العلماء في ذلك، في كده استدلال، أنه لو لم يكن كلية لتعذر الاستدلال به في النهي على كل فرد، لأن نهي المجموع يحصل بانتهاء بعضهم. يعني مثلا يقول لك ولا تقتلوا النفس، احنا مش هنقتل كل نفس نفس نفس، بل هنقتل يعني بعضهم، خد بالك. ولذلك العلماء منعوا ألا يكون إلا كلية، قالوا لتعذر الاستدلال في النهي على كل فرد فرد
يعني على ده وعلى ده وعلى ده، يعني هذا منهي عن قتل عن القتل، وهذا منهي عن القتل، وهذا منهي عن القتل. مش معناه ان النهي يشمل مجموع الناس، لا، ده يشمل كل واحد من الناس. طيب، حلو، كلام لطيف، بارك الله في من كتبه. ولا كلي، أي ولا محكوم فيه على الماهية من حيث هي، أي من غير نظر إلى الأفراد، ليس الحكم فيه على ماهية الشيء وحقيقته. مثل: الرجل خير من المرأة. يعني مش كل فرد من أفراد الرجال خير من كل فرد من أفراد النساء، لأن هناك من النساء من هم أفضل من مجموعة من الرجال. ستنا فاطمة الزهراء، ستنا خديجة، السيدة مريم العذراء. تقول لي بقى ده خير نساء العالمين وخير من كثير من الرجال؟ فتقول لي يعني كل فرد خير من كل فرد؟ لا، هو يريد هنا أن يقول حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، لا أن كل فرد فرد من أفراد الرجال مفضل على كل فرد فرد من أفراد النساء. هتقدم بقى وتفضل فرعون على ستنا خديجة تبقى مجرم. ايه؟ ما هو مجرم يعني كافر. هو انت داعشي بتكفر الناس يا شيخ خيري؟ لا، ده احنا نكفره. طيب، يبقى كده المسلك مش مسلك داعشي. قال: من حيث هي. طيب، جميل، ننقل. قال: ودلالته، يعني دلالة العام على أصل المعنى قطعية بلا خلاف. للعام دلالتان، إحداهما على أصل المعنى وهي قطعية، والثانية على الاستغراق، أي على كل فرد فرد فرد. وهذه ليست قطعية. ودلالته على أصل المعنى، ومعنى القطعية هنا يعني لا تحتمل الخصوصية احتمالا ناشئا عن غير دليل. يعني ايه بقى قطعية؟ انها لا تحتمل الخصوصية احتمالا ناشئا عن غير دليل. فلما يقول لك اهو: ودلالته، اي العام، على اصل المعنى، اللي هي الجزئية الاولانية دي، قطعية. قطعية يعني ايه؟ يعني لا تحتمل الخصوصية احتمالا ناشئا عن دليل، احتمالا ناشئا عن دليل، يعني ما يجيش الدليل ويقول لك أصل المعنى غير مراد، ده أنت كده بتنسخه. طب والاستغراق؟ يعني عندما أقول مثلا: جاء الطلاب. هنا دلالتان: الدلالة الأولى في مجيء الطلبة من حيث هم، اللي هو ده أصل المعنى، مجيء الطلاب من حيث هم. الثاني: مجيء جميع الطلاب وكل فرد فرد على سبيل الاستغراق. هذه دلالة أخرى: اقتلوا المشركين. ما أقولكش لا، أصل المشركين يعني في دليل هيخصص ويقول لا ما تقتلوش المشركين، ده انت كده بتحسب بتزيل اصل المعنى اللي هو المتصف بالشرك. وده بيحصل بايه؟ بيحصل باقل العدد اللي هم ثلاثة في الجمع، وبواحد فيما ليس بجمع.
دول المشركين يعني من اتصف بالشرك مقتول. وهناك دلالة أخرى في أنه يستغرق كل من اتصف بالشرك بالقتل. يبقى دي دلالة ودي دلالة. الدلالة الأولى قطعية لأن اللفظ العام يدل على أصل المعنى دلالة قطعية، يعني لا تحتمل الخصوصية احتمالا ناشئا عن دليل ولا عن غير دليل. معلش. طب والدلالة بقى على الاستغراق كل المشركين، لا ديت مش قطعية. نرجع تاني كده، الكلام ده لطيفة، ما فيش ألطف من كده يا مشايخ الإسلام. وعلى كل فرد فرد الله، يبقى دلالته على أصل المعنى دي دلالة، ودلالته على كل فرد فرد دي دلالة أخرى بخصوصه ظنية. يعني يا مولانا ظنية يعني الاستغراق راجح والخصوصية مرجوحة. وعلى كل فرد فرد بخصوصه ظنية، لأن احتمال يبقى الفرد ده مش موجود، بس ده احتمال مرجوح، والاحتمال الراجح وجوده. جاء الطلاب، أول ما أقول لك الطلاب هتبقى إيه؟ هترجح حضر جميع الطلاب الدرس. طيب، وخير بخصوصه احتمال راجح يكون حاضر، واحتمال ما يكونش حاضر بس ده مرجوح. إذ الأصل بقاء عمومه. هنا بقى اللي اختلفوا بيننا وبين الحنفية. الحنفية بيقول لك لا، دلالته كمان على كل الأفراد قطعية. قال لا، قال في احتمال، ما دام دخلوا الاحتمال ما يبقاش قطعي، يبقى ايه؟ يبقى ظني. احتمال الفرد ده بخصوصه لا يكون مراد من اللفظ العام، ولكن هذا يعين الظنية وينفي القطعية. رقم اثنين، أنه يستدل على دخوله بالأصل، اللي هو إيه؟ إن الصيغة دي اللي هي قال على سبيل المثال للاستغراق، وأنها باقية على استغراقها لأنه لم يكن هناك دليل يخرج ذلك الفرض. فعندنا قواعد اللي هي الأصل إيه؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. ما دام الصيغة ديت صيغة عموم واستعملت في هذا الشيء، فإنه الأصل بقاء هذه الصيغة على عمومها في ذلك الشخص. فإذا قلنا جاء الطلاب، الأصل مجيء كل فرد من أفراد الطلاب وعدم خروج واحد منهم عن المجيء، لا قطعية. يبقى قطعية دي عطف على إيه؟ على ظنية، يعني بخصوصه ظنية لا قطعية، كما قاله جمهور الحنفية. جمهور الحنفية لا، كمان دلالته على كل فرد 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 بخصوصه قطعية. طيب يا مولانا أتونا بقى أدلتكم. قالوا وإلا يعني إيه؟ يعني لو لم تكن دلالة العام قطعية لما فهمنا كده؟ أنا بحل لكم حل، يعني إيه؟ عشان اللي عايز يكتب الحاجات دي لطيفة جدا في الكتاب لما يفسر وإلا لما. طيب إيه فسر الحاجات دي؟ لأنك أنت وأنت بتذاكر هتعمل إيه يا ساقي؟ هترجع لها حتى وإن كانت واضحة عندك. ما هو الواضح ساعات الذهن بيذهل عنه، وهذا يعني أمر ينتشر في طلبة العلم. فقيد ما تسمعه لأنك في يوم تحتاجه. ممكن تبقى قاعد مع طلبة العلم وانت كاتب، زي ما انا كاتب، انا في حاجات بكتبها على حاشية الكتاب بستعين بها الآن. ولذلك بعض أبنائي جاب لي كتاب جديد غير كتابي غير نسخته، قلت له لا يفتح الله خلي نسختك معاك وانا نسختي معايا، بس خدت منه الكتاب يعني.
وإلا يعني وإن لم تكن دلالة العام على كل فرد بخصوصه قطعية لما جاز تأكيده. لا قطعية. لا لا ظنية. لا 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 معلش ظنية ظنية. ده هو بيؤكد الظنية مش بيؤكد القطعية. وإن لم تكن دلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية لما جاز. صح كده ظنية مش قطعية. ده هو بيستدل. يبقى هذا الدليل دليل للجمهور لا للحنفية. شكرا يا سيدي بارك الله فيك. قال ما هتلاقيها في القراءة الأولى كده. وإلا لما جاز تأكيده يعني وإن كانت دلالته قطعية ما الذي يفيده أن تؤكد العام بما يدل على الاستغراق؟ إذا كان جاء الطلاب يدل قطعا على كل طالب لما حسن أن تقول جاء الطلاب جميعهم، لكن لما أكدت دل ذلك على أنه ليس دلالة العام قطعي، وإلا لما أفاد التأكيد. ما هو طب هتأكد إيه؟ هتأكد حاجة لا يدخلها الاحتمال. الأصل في التأكيد أن يكون فيما يقبل الاحتمال، أما ما لا يقبل الاحتمال فلا فائدة في تأكيده. تولد القرآن على ذلك، قال تعالى فسجد الملائكة كلهم. أهو كلهم تأكيد للملائكة، أجمعون تأكيد للملائكة. لو كان لفظ الملائكة يشمل كل الأفراد شمولا قطعيا لا احتمال فيه لما حسن تأكيده، لكن الله سبحانه وتعالى أكده، فذلك يدل على أنه ليس من قبيل القطعية وإنما هو من قبيل الظنية. قال لعدم فائدته، يعني لعدم فائدة التأكيد. وده قياس استثنائي، لأنه قال إيه؟ لما جاز تأكيده لعدم فائدته، لكنه يجوز تأكيده، فيدل ذلك على أنه ليس من قبيل القطعية بل من قبيل الظنية. ثم قال بعد ذلك، طيب في حاجة كده أنا كنت كاتبها، طيب فائدة ثمرة الخلاف أي بيننا وبين الحنفية أن الحنفية لا يجيزون تخصيص العام ابتداء أي في أول مرة بالقياس ولا بخبر الواحد. قالوا لأن دلالة العام دي قطعية وخبر الواحد دلالته ظنية والقياس دلالته ظنية، وإذا تعارض القطعي والظني قدم القطعي على الظني. أما الشافعية فيقولون لا، بل دلالة العام على كل فرد ظنية، فلذلك يجيزون تخصيص العام بخبر الواحد المفيد للظن وكذلك القياس المفيد للظن، لأن الظنيات تتعارض ويجوز أن تخصص أن يخصص بعضها بعضا. ودلالة العام عندهم قطعية والظن لا يعارض القطعي، وأما الشافعية فإنهم يجيزون تخصيص العام مطلقا في أول مرة مرة ثالث مرة
جائز في كل الأحوال، يعني جائز إن هو يرد عليه عام يخصصه ثم يأتي عام ثم جائز أن اللفظ العام يخصص في أول مرة بخبر الواحد ثم يأتي بعد ذلك يخصص بغيره ثم وهكذا. الحنفية لا يقولون إذا جاء اللفظ العام يمتنع تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس، لكنه إن دخله التخصيص وخصص خلاص انتقلت دلالته من القطعية إلى الظنية وجاز لأي ظني أن يخصصه. طيب المسألة دي خلصت، عايزين تسألوا فيها في حاجة؟ لديك فيها شيء؟ وعموم الأشخاص، جاء الطلاب يستلزم إيه؟ قالوا يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. خلي بالك ده قواعد مهمة جدا. عموم الأشخاص يعني إذا ورد العموم في الأشخاص، على سبيل المثال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ده إيه؟ ده يشمل كل شخص، يعني لا يقتل فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، عموم في الأشخاص. طيب فين بقى جهة الأحوال؟ يعني لا تقتلوا النفس في أي حال من الأحوال، لو أنت قاعد أو أنت طاير أو أنت نايم أو 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 إلى آخره. فالعموم في الأشخاص يؤدي أو يستلزم، يستلزم يعني إيه؟ يعني من لوازم هذا العموم الذي لا ينفصل عنه أنه إذا منعنا من قتل النفس فإننا نمنع منها على أي حال من الأحوال، فهو نهي لنا عن قتل النفس في كل الأحوال إلا بالحق. والأزمنة يعني كذلك يحرم عليكم قتل النفس في كل أي زمان من الأزمنة، ويحرم عليكم قتل النفس في أي بقاع وأي مكان من الأمكنة، لأن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. وعموم الأشخاص الإضافة هنا على معنى فيه، يعني العموم الكائن والحاصل في الأشخاص. البقاع يعني الأمكنة، بقعة يعني مكان، لأنها أي لأن هذه فين بقى جهة التلازم؟ يبقى لأنها ديت بيان للملازمة، يبقى لأنها تكتب جنبها إيه؟ بيان للملازمة بين الأشخاص وهذه الأمور. الملازمة، وبيقول لك يستلزم لأنها أي لأن الأشخاص، لأنها يعني يقصد بها الأحوال والأزمنة والبقاع، لا غنى للأشخاص عنها، لأن الأشخاص لا تنفك عن الأمكنة ولا الأزمنة ولا الأحوال. أنت هتقتل، وفي حاجة يعني هتقتل فين؟ في الهواء يعني، طب الهواء ما هو مكان. لا غنى للإنسان عن الأمكنة، كما لا غنى للإنسان عن الأحوال، كما لا غنى للإنسان عن الأزمنة، لأنها ظرف، ظرف الإيه؟ ظرف للفعل الذي نهيت عنه أو الذي أمرت به. فقوله يعني إذا أردت أن تعرف مثالا لذلك فأقول لك،
ولا تقربوا الزنا، أي لا يقربه كل واحد منكم على أي حال كان. كنت في أوروبا لا تقربوا، ده مكان. جيت مصر لا تقربه، مكان. الساعة 5 الصبح لا تقربه، الساعة 5 المغرب لا تقربه. طب أنا يعني محتاج لا تقربه، غير محتاج لا تقربه، أحوال. قال أي لا يقربه كل واحد منكم على أي حال كان، يعني في أي حال من الأحوال صار، وفي أي زمان حصل، وعلى أي مكان أراد. قال وفي أي زمن ومكان كان. ثم انتقل بعد ذلك يتكلم على ألفاظ وصيغ العموم. قال وألفاظه، أي ألفاظ العام أو ألفاظ العموم المفهوم من اللفظ العام. طيب، والإضافة على الأول بيانية، ألفاظ العام. طب ما الألفاظ هي العام والعام هو الألفاظ، يبقى الإضافة إيه؟ الإضافة بيانية، يعني ألفاظ هي العام. وعلى الثانية هتبقى للاختصاص، ألفاظ خاصة للعموم، لأن العموم هو الاستغراق. الموضوعة له، يعني هذه الألفاظ هي الألفاظ التي وضعها الواضع للدلالة على الاستغراق وشمول كل الأفراد. أربعة، يعني أربعة باعتبار ما ذكره هنا، لأنها أكثر من ذلك بكثير، إلا أن هذه الأربعة هي أميزها وأكثرها استعمالا. يعني أربعة في فهي حقيقة في العموم. هنا يتكلم العلماء الأقدمون على مسألة هي التي بين أيدينا، هل للعموم صيغة تخصه، أي هل هناك صيغة موضوعة تدل على الاستغراق والشمول أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والمذهب الحق أن العموم له صيغة موضوعة تخصه، فهي حقيقة هذه الألفاظ الأربع وغيرها كذلك من ألفاظ العموم موضوعة للعموم حقيقة، وإن استخدمت في الخصوص كان ذلك على سبيل المجاز، فهي حقيقة في العموم بناء، يا سلام، أهي كلام بيجي ببعضه، بناء أي على ما أصله وأسسه جمهور العلماء من أن العموم له صيغة تخصه، بناء على أن للعام، هي كان مفروض يقول للعموم، بناء على أن اللفظ العام له صيغة تخصه، ولا بناء على أن العموم اللي هو الاستغراق والشمول له صيغة تخصه؟ كان ينبغي أن يعبر بلفظ العموم لا العام، لأن العام هو اللفظ، بناء على أن اللفظ هو اللفظ الذي له صيغة، لا، بناء على أن العموم الذي هو الاستغراق والشمول له صيغة تخصه، مش بناء على أن اللفظ له صيغة يعني له لفظ يخصه. طيب، ولكن هذا من قبيل التجوز والمسامحة، أطلق العام وأراد به العموم. قال بناء على أن للعام يعني للعموم صيغة، يعني عبارة ولفظ موضوع له بخصوصه، وهو قول الأئمة الأربعة، أبو حنيف، الشافعي، مالك، الإمام أحمد. بس انت لو عايز بقى تقول كده تقول ابو حنيفه ومالك والشافعيه واحمد، شافعينا يعني يملا قلبنا
وجمهور أصحابهم. والمدارس أتباعهم دول مدرسة، كل واحد من دول مدرسة، خلفه أتباع، خلفه مؤسسة علمية، لأن شروع في التدليل على هذا الرأي، وغير الأئمة الأربعة كمان عشان ما حدش يزعل. لأن العمومة، إيش هو العموم؟ يعني الشمول والاستغراق، أمر مقصود، يعني أمر يقصد الناس التعبير عنه، وكل ما قصد الناس التعبير عنه لابد أن يوجد الواضع له صيغة حتى تلبي حاجيات الناس، لأنه سياق قضية الوضع إن الوضع جاء لتلبية حاجات المتكلم ولتلبية حاجات الناس. افهم الكلام ده، الكلام ده مهم قوي. لا تسمعوا في الأكاديميات اللي بتقول لك محاضرات وبتديك مذكرات وبتدي، مش هتسمع الكلام ده. الكلام ده كلام ايه؟ موزون، موزون. فالعموم والشمول أمر يعني شيء مقصود، يعني يقصد الناس التعبير عنه، يقوم بنفوسهم ويحتاجون أن يعبروا عن ذلك المعنى. وكل ما قام في النفس واحتاج الإنسان أن يعبر عنه لابد أن يوضع له لفظ. فلا يجوز مع هذا ولا يصح إخلاء اللغة عن الوضع له. لماذا؟ لأن الواضع أي واضع اللغة حكيم، يضع اللغة على مواطن المصلحة والحاجة، فحيثما اقتضت الحاجة شيئا وضع لها لفظا يعبر عنها. نحن الآن لدينا ما هذا؟ لما وجد هذا وضعنا له لفظ. طيب ما هذا؟ وجد هذا وضعنا له، احتجنا هذا. طيب ما هذا؟ وهذا طيب كل ذلك لما وجدت احتجنا إلى التعبير عنها، وضعنا نحن لها اصطلاحات. نحن نتكلم على وضع اللغة في الوضع الأول، فوضع اللغة حكيم يوفي بحاجيات الإنسان، فلا يجوز له أن يخلي اللغة عن الألفاظ التي يحتاج الناس إلى وضعها. ولأن تمسك الصحابة وغيرهم عند الاختلاف بعمومات القرآن والسنة دليل على أن العرب وضعت هذه الألفاظ للعموم. وهنا وقفتان. الوقفة الأولى إن كون إن العرب هي التي وضعت اللغة، هذا قول مرجوح، والراجح أن الواضع للغة العرب هو الله سبحانه وتعالى، وقام الدليل على ذلك. وفي الكتب المطولة يعقد الأئمة والعلماء بابا يسمى باب الوضع أو باب اللغات، ويتكلمون في اللغات عن الوضع. من الذي وضع اللغة؟ هل هو الله أم العرب أم باصطلاح أم على خمسة أقوال ذكرها في المحصول. فالإخبار هنا على أن العرب هي التي وضعت ممنوع، وليس جاريا على القول الراجح، بل هو جاري على القول المرجوح. ثانيا، تمسك الصحابة وغيرهم عند الاختلاف، يعني الصحابة عند الاختلاف في الأحكام يتمسكون بعمومات القرآن، يتمسكون بالآيات القرآنية التي تشتمل على الألفاظ العامة ويطبقونها على الوقائع. مثلا يجي واحد يسرق
يحكمه بقطع ايديه. طب ليه؟ قال لانه هو والسارق والسارقة. مش معنى في ده اي، طب ما هو دوت من ضمن ما شملاه العموم. يجي واحد يزني طبقوا عليه الحد. ليه؟ لانه داخل فيه ولا تقربوا الزنا، فداخل ايضا في العموم. يجي واحد يقتل بغير حق يقتلوه، ده الحاكم يعني، وهكذا. فهم يستدلون ويطبقون النصوص التي اشتملت على ألفاظ العموم. قال لأن تمسك الصحابة وغيرهم عند الاختلاف بعمومات القرآن، وهذا يدل على أن العام له صيغة تخصه، وإلا لما استدل الأصحاب والصحابة بالألفاظ العامة في هذه الوقائع. وإلا يعني وإن لم يكن يعني للعام صيغة لما تبادر ذلك إلى أذهانهم. ده هو أول ما قال واحد قال وفضيلة مولانا الصحابي أنا فعلت كذا من المنكرات، فيأتي له باللفظ العام الذي يدل على جرم ذلك الشخص وعلى أنه لابد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن للعموم صيغة لما تبادر وسبق إلى أذهان الصحابة هذه الصيغ، لما تبادر ذلك اللي هي إيه؟ اللي هي العمومات إلى أذهانهم، لكنها لما تبادرت إلى أذهانهم دلت على أن هذه الألفاظ موضوعة للعموم وأنها تستعمل في كل الحوادث وفي كل الوقائع. والأدلة عليه في الكتاب والسنة لا تنحصر من يعني الأدلة والآيات والأحاديث التي وردت بصيغة العموم واستعملها الصحابة في مواطنها من العموم. وقيل إن هذه الألفاظ وضعت للخصوص وهي في العموم مجاز. لا، هذه الألفاظ موضوعة للخصوص ولا تقتضي العموم إلا بقرينة، لازم يبقى في قرينة وفي دليل على أن هذه الصيغة مستعملة في كل الألفاظ، لأن العموم ليست له صيغة بل يدل على الاستغراق بالقرائن بالأدلة. وقيل مشترك أي هذه الصيغ بين العموم وبين الخصوص، ووجه ذلك أنها استعملت في العموم واستعملت في الخصوص، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون هذه الصيغ موضوعة لهذا وموضوعة لذاك فتكون مشتركة. اللي فات بيقول وقيل إن هذه الألفاظ وضعت للخصوص، يعني أي أنها موضوعة لأقل الجمع ثلاثة أو اثنين. طب وما زاد؟ قال وما زاد ده محتاج لدليل. جميل. وقيل مشترك شرحناه، وقيل بالوقف يعني لا نحكم لا بالعموم ولا بالخصوص، ثم اختلفوا في هذا الوقف. الوقف إما سببه الاشتراك، يعني إما أن يكون الوقف من أجل أنه مشترك ولا نعلم يعني المراد هل هذا أو ذاك، يعني لا الاشتراك اللي قصدينه هنا أي أنها استعملت في الواحد واستعملت في الجمع ولا ندري أنها لأي منهما، أي أنه مشترك بين الواحد اقتصارا عليه وبين أقل الجمع الذي فوقه اشتراكا لفظيا، وهذا فيما يحمل من الصيغ على الواحد. وأما ألفاظ الجموع فإنها مشتركة بين أقل الجمع وما فوق،
يبقى سببه يا مولانا الاشتراك، يبقى الوقف سببه الاشتراك. يعني ايه بقى الاشتراك؟ قال انها في الفاظ العموم على نوعين، في نوع يستعمل في الواحد ويستعمل في الجميع، هذا صيغة العموم أو هذه الصيغة أتت واستعملت فيه، وأتت واستعملت فيما زاد على الواحد، وما استعمل في هذا واستعمل في هذا يكون الأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون من قبيل المشترك اللفظي. وهناك صيغ للعموم يعني لا تستعمل في الواحد إنما تستعمل في الجمع وفيما هو أكثر من ذلك. فهذه الصيغة التي يعني أقلها ثلاث استعملت في الثلاث، واستعملت كذلك فيما فوق، والاستعمال دليل على أنه كان حقيقة في كل منهما فيكون كذلك فيكون مشتركا لفظيا لأنه استعمل في هذا والأصل في الاستعمال الحقيقة يبقى هو حقيقة فيه، واستعمل في هذا والأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون كذلك من قبيل المشترك اللفظي. طيب ثم المفيد للعموم، حد عايز يسأل في حاجة ولا أنا ماشي كده الحمد لله يعني زي ما تيجي؟ سهل الكتاب والله. طيب يلا بقى للعلم، عشان العلم حلو، العلم حلو وما فيش منه. قال ثم المفيد للعموم، ثم المفيد للعموم إما أن يفيده بنفسه، يعني إما أن يكون هذا الذي يفيد يفيد بنفسه، أو يفيد العموم بانضمام قرينة إليه. طيب يبقى ثم المفيد للعموم إما أن يفيده بنفسه، يعني أن يفيد ذلك الشيء العموم بنفسه، أو يفيد العموم بسبب اندمام أمر اقترن به، والأول إما ألا يختص بنوع، يعني دون نوع ككل وجميع وأي في حال الاستفهام، أو يختص، فمنه ما يختص بأولي العلم ومنه ما يختص بغير أولي العلم وهكذا، لسه كل ده نفصله، كل ده بس دخول على كلام الشيخ. والثاني اللي هو يختص بنوع، إما أن يكون، لا الثاني اللي هو بانضمام أمر اقترن به، ما احنا عندنا اثنين، النوع الأول أن يفيده بنفسه ده رقم واحد، أو بانضمام قرينة إليه ده رقم اثنين يا مشايخ. والأول اللي هو يفيد العموم بنفسه، يعني إيه بنفسه؟ يعني بسبب أن اللغة دلت على أنه موضوع للعموم ولإفادته، أي يفيد لغة بسبب كونه موضوعا للعموم، أو يفيد العموم بسبب أو بواسطة أمر اقترن به. والأول اللي هو ما يفيد العموم لغة يعني أو بنفسه، ممكن يختص بنوع أو لا يختص بنوع، كل ده يستعمل في كل، في الرجال والنساء وفي العاقل وغير العاقل، وكل شيء أحصيناه كتابا. ألا يختص بنوع دون نوع وجميع، أو يختص كالذي، والتي الذي للمذكر والتي للمؤنث، صح كده؟ والثاني اللي هو ما اقترن بأمر، إما أن يكون ما اقترن به هو النافي، وما في معناه يعني من النهي والاستفهام، لأن النهي والاستفهام
مثل النفي أو لا، يعني أو لا يقترن، إما أن يقترن به النفي وما في معناه، أو لا يقترن به النفي وما في معناه. وهذا الثاني ضربان، ضرب قارنته الألف واللام، وضرب قارنته الإضافة لمعرفة. الله، خلصت. شوف كلها كده قسمها لك في ثواني. ما قدمهاش هو هنا. ماشي كويس، ذاكر فيه. نقول تاني، بيقولك يا سيدي: ثم المفيد للعموم. طيب، إما أن يفيده بنفسه، يعني هذا الذي يفيد العموم قد يكون مفيدا للعموم بنفسه، يعني إيه؟ يعني بغير واسطة شيء، زي كل أفادت العموم بنفسه، زي جميع أفادت العموم بنفسها. وإما أن يفيد العموم بواسطة أمر اقترن به، زي مثلا لا رجل في الدار، يبقى استفدنا من العموم من النكرة التي انضمت للنفي، لا رجل. أرجل في الدار يعني أي رجل في الدار، نكرة اقترنت باستفهام فتفيد العموم. تقول: أعطي رجلا إذا جاءك رجل فأعطه درهم، ده نكرة في سياق الشرط تعم، بس الرجل هنا مفيدة للعموم بواسطة أنها دخلت في جملة شرطية فأفادت العموم، لأن النكرة في سياق الشرط تعم. فالعموم هنا حصل بإيه؟ حصل بلفظ النكرة مع إما اقترانها بلا، وإما اقترانها بهمزة الاستفهام، وإما اقترانها بجملة الشرط. يا سلام، إيه الجمال ده؟ هو ده العلم. هو ده العلم. هنزيدكم من البيت شعرا، أو من الشعر بيتا. إزاي ده انعكست؟ نزيدكم من الشعر إيه؟ بيتا، مش نزيدكم من البيت شعرا. يعني إيه؟ اللهم أنت إيه؟ ما بيقول لك في الحديث: أخطأ من شدة الفرح، لأنه لما وجد الناقة قال إيه؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. مش في حديث التوبة كده؟ وانتوا أكيد بتقولوا على المنابر. قال: والأول، يعني الذي يفيد العموم بنفسه، قد يختص بنوع وقد لا يختص بنوع. كل غير مختصة، من مختصة بالعاقل، ما مختصة بغير العاقل. يا سلام، صدق أولادي العلم حلو. والثاني: إما أن يكون اقترن بالنفي، وإما أن هو يكون ما اقترنش به النفي. مثلا المعرفة، زي مثلا الرجل اقترن بأل مقترنه، بس دلت على العموم. الرجال اقترن بأل، جمع اقترن بأل. الطلاب جمع اقترن بأل. المشركون جمع اقترن بأل، فأفادت العموم. أو الإضافة لمعرفة، أو إما أن يكون مضاف لمعرفة. عبيدي، عبيد.
مضافة إلي وأنا معرفة، يبقى إيه؟ يبقى تفيد العموم بس بواسطة الإضافة، قارنتها الإضافة. أولها أول الصيغ التي تفيد العموم بسبب الاقتران، الله، وهذا الذي فعله إنما يدل على بلاغة من الشيخ، لأنه قسم ثم بعد ذلك ذكر هذه الأقسام فيما يعرف باللف والنشر، يعني الإيه؟ المشوش، لأنه قسم وانتهى بالألف واللام ثم بعد ذلك ذكر الألف واللام بما يعرف باللف والنشر المشوش. الاسم الواحد أي المفرد المعرف باللام، بعضهم يقول معرف باللام لأن عنده أداة التعريف هي اللام، وبعضهم يقول أداة التعريف هي ال، أداة التعريف هي ال، والأمر سيان، أهم حاجة في أداة التعريف كانت ال ماشية، كانت الألف واللام ماشية، كله خير. قال أولها الاسم الواحد، الواحد حتى يخرج الجمع لأنه سيأتي الكلام عليها مولانا بعد ذلك، بس خلي بالك هذا الكتاب لا يضيع منك لأن هذا الكتاب مهم جدا، الكتاب الذي كنا نقرأه على مشايخنا، كنا نعتز حتى بالأوراق التي نكتب يعني فيها عليهم، أنا محتفظ بالأوراق التي كنت أذاكر فيها من 20 سنة وما أكثر وإلى الآن عندي، لأنها تحمل تاريخ وتفسر عقليتي وأنا في الصغر، ماذا كنت أصنع وكيف كنت أذاكر وكيف كنت أكتب وهكذا. وفي نسخة بالألف واللام، والأمر سيان سهل، والدليل على أن الاسم الواحد المعرف بال أو بالألف واللام للعموم والاستغراق أن العلماء أي المجتهدون، أن العلماء أي المجتهدين لم تزل، يعني هو على الاستمرار فعلوا هذا باستمرار، تستدل يعني تقيم الدليل بآية الزنا على حرمة الزنا، وبآية السرقة على حرمة السرقة، وبغيرها من الآيات التي ذكر فيها اسم الواحد مقرونا بال أو بالألف واللام، ولم ينكر عليهم أحد من الناس أي المجتهدين، فكان ذلك من قبيل الإجماع السكوتي. رقم 2 أنه جاء بعد اسم الواحد معيار يسمى عندنا الاستثناء، والاستثناء معيار العموم كما ذكر ذلك علماؤنا، قال تعالى إن الإنسان لفي خسر أي كل فرد من أفراد الإنسان محكوم عليه بالخسران إلا يبقى إيه استثنى من الإنسان، فلو لم يكن الإنسان مفيدا للعموم لم استثنى منه، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله. طيب قال ولوقوع، هذا الدليل رقم 2، قال ولوقوع الاستثناء، الاستثناء اللي هو الإخراج بأل أو إحدى أخواتها، وهو معيار يعني ميزان توزن به الألفاظ العامة، معيار العموم نحو قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، الآية يعني اقرأ الآية إلى آخرها أو الآية، وأحيانا يأتي ويقول الآية أو لماذا؟ لأن الدليل في بقيتها، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، فأراد أن يختصر لوضوح الأمر.
قال أيضا ولأن الواحدة الذي دخلت عليه الألف واللام قد وصف بصيغة العموم. قال أو الطفل الذين يبقى الطفل ده إيه؟ الطفل ده موصوف. الذين لم يظهروا صفته، يعني الأطفال الموصوفون بهذه الصفات. الطفل يعني إيه؟ أقول لك الطفل الذي بقى لو كان يفيد الواحد، لكن ده ربنا بيقول الذين، الطفل الذين نعم، لأنه هذه الصيغة صيغة جمع، هذه الصيغة صيغة عموم، صيغة جمع، صيغة عموم واستغراق وشمول، يعني كأنه قال أو الأطفال الذين. فلو لم يكن هذا اللفظ لي العموم لما ساغ الوصف بصيغة الجمع. كيف يوصف الفرد بالجمع؟ لا، قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. طيب يا لطيف، وقيل وهذا القول للإمام الرازي إنه أي الاسم الواحد المعرف بالأل أو المعرف بالألف واللام، ليس للعموم مطلقا، ليس للعموم يعني ليس للعموم مطلقا في كل الأحوال، بل هو للجنس يعني للحقيقة، الطفل يعني حقيقة الطفل، فالحكم فيها على ماهية الطفل، والحقيقة تقع وتصدق على واحد، اللي هو الكلام في الحقيقة، والحقيقة أقل ما تصدق وأقل ما يوصف بها فرد واحد. ده من أسو بيقول لك اسم الواحد. هي دي. قال إنه ليس للعموم بل للجنس الصادق ببعض الأفراد، يعني الذي يتحقق في بعض الأفراد كالإنسان. الإنسان يصدق بزيد أو بعمر بس كده. قال بل الجنس الصادق لبعض أي ببعض الأفراد، كما في لبست الثوب وشربت الماء. هل معنى لبست الثوب يعني لبست كل الثيابات اللي عندك أو عند غيرك؟ لا، شربت الماء يقصد ان حضرتك شربت كل افراد الماء. اكلت الطعام يعني ما خليتش اكل اللي بجوارك. يبقى ايه؟ لا، يبقى ده للحقيقة، يعني شربت حقيقة الماء التي تصدق في هذا البعض القليل، واكلت الطعام الذي يصدق في هذا الطعام القليل، ولبست الثوب يعني أقصد ثوب واحد، أنا لبست حقيقة الثوب الذي تصدق بهذا الثوب الجزئي الواحد، لأنه هذا شروع في إقامة الدليل على هذا الرأي. يا سلام، الدليل على ذلك أن بعض الأفراد هو المتيقن من الصيغة، عندما تقول لبست بلاش أو الطفل، المتيقن طفل واحد صغير واحد، وأما كل الصغار ده ممكن يكون داخل في العبارة وممكن ما يكونش داخل، هو مشكوك فيه، الأصل عدمه، فيحمل اللفظ على الجزء أو القدر المتيقن ولا يحمل على غيره لأنه مشكوك فيه. ولذلك الإمام يقول ما لم تقم قرينة على العموم، إذا قامت قرينة على العموم فإن هذا اللفظ وهو الاسم الواحد المقترن بأل
يدل على العموم لا لذاته ولكن لانضمام القرينة إليه. ولكن ما هو دليل الإمام؟ دليل الإمام كما نرى أنه المتيقن، يعني أن الحمل على أقل ما قيل هو المتيقن، وما زاد احتمال يكون مراد واحتمال ما يكونش مراد، وما زاد لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة أي دليل على العموم. كقولك الدينار خير من الدرهم، الإمام الرازي بيقول هذا للعموم لأنه قامت القرينة على أن كل دينار خير من كل درهم، وليس الدينار خير من الدرهم يعني حقيقة الدينار التي تصدق بواحد خير من حقيقة الدرهم التي تصدق بواحد، يعني درهم واحد خير من دينار واحد، والأمر يخالف هذا لأن الحقيقة أن كل دينار يفوق في قوته الشرائية كل درهم. معك دينار 4 جرام وربع، يعملوا كام في مثل هذه الأيام لما الجنيه عام ووصل إلى فوق إن شاء الله؟ يعملوا مثلا معانا ادي 2500، يعملوا 3000 جنيه. طيب والدرهم يعملوا مثلا حوالي 70-80 جنيه. لا 70 أربعة وربع برضك والجرام يعملوا 70-80 جنيه. ايه ده؟ يعني انا معايا دينار اشتري بيه هذا الكتاب اللي هو كتاب الشيخ الغمالي، ومعايا درهم اشتري بيه كتاب غاية المأمول، يبقى ايه؟ يبقى كل دينار افضل قطعا من كل درهم لان الواقع هو الذي يشهد بذلك. فهمنا يا مشايخ؟ ما لم تقم قرينة على العموم. وقيل ده رأي آخر، إنه لا يعم إذا لم يتميز واحده عن جنسه بالتاء وتميز بالوحدة، يعني لا يعم في جميع الأحوال بشرط عدمي إذا لم يتميز واحده عن جنسه بالتاء كتمر وتمرة، فالذي ميز التمر عن التمرة التاء، وتميز بالوحدة، وإذا تميز كذلك بالوحدة. طيب فإذا تميز واحده عن جنسه بالتاء فإنه يكون للعموم. الله، إيه ده؟ نعمل نفل ونفل عليه. طيب فاهمين ولا نقول تاني؟ يعني التفصيل بين أن يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالتاء كالتمر والتمرة، فإذا عري عن التاء عن التميز بين واحده ومفرده بالتاء اقتضى الاستغراق، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيعوا البر بالبر ولا التمر بالتمر، هنا للعموم. لماذا؟ لأنه تميز واحده عن مفرده بالتاء. إذا تميز الواحد عن المفرد بالتاء يكون للعموم. وإذا نظرنا إلى الواحد ونظرنا إلى الجمع ولم نجد أن الفرق بين الجمع وبين الواحد قضية التاء يبقى لا يفيد العموم. طيب مثل إيش مشايخ؟ رجل جمعه إيه؟ رجال. عندما أقول الرجل لا يفيد العموم،
لماذا؟ لأنه لم يتميز واحده عن مفرده بالتاء. وإذا لم يتميز واحده عن مفرده بالتاء فإنه لا يكون للعموم. فإذا قلت الرجل لا يفيد العموم، الطفل لا يفيد العموم، لأن جمع الطفل أطفال وجمع الرجل رجال. أو تميز بالوحدة. طيب يبقى إذا قال نخلص بس دي ونشوف بعد كده الوحدة لأن فيها كلام. قال لا تبيع البر بالبر. البر اللي هو القمح. والتمر بالتمر. بس التمر بالتمر ده للايه؟ للعموم. والبر وبره برضه كذلك تميز. واذا لم يدخل فيه التاء يكون للتوحيد. طيب انتهينا من هذا. و فصلنا الحال فيه. عايزين تسألوا في دي في حاجة؟ إذا لم يتميز واحد عن جنسه بالتاء أو تميز بالوحدة، يعني كان هو بذاته يدل على الوحدة فهذا لا يكون للعموم. مثاله طبعا ضربت لك أمثلة فيما سبق. طب استنى هات المثال من هنا نجيب لك المثال يتضح المقال. بيقول لك والمفرد المحلى مثله. خلافا للرازي في نفي العموم مطلقا فهو عنده للجنس الصادق ببعض الافراد كما فيه شرحناه وكلها من المخل. وخلافا لإمام الحرمين في نفيهما العموم عنه إذا لم يكن واحده بالتاء كالماء. إذا لم يكن واحده بالتاء يبقى واحده بالتاء دي منفي. فالماء واحده مش بالتاء ده ماء وأمواه. ماء بالتاء التمرة اللي بالتاء، البرة اللي بالتاء. زاد الغزالي أو تميز. يبقى إذا لم يكن واحده بالتاء أو تميز، وهنا تكون أو هنا الواو هنا بمعنى أو، وتميز الواو هنا بمعنى أو لأن ده رأي للإمام الغزالي وما قبله لإمام الحرمين. زاد الغزالي أو تميز واحده إذا لم يكن واحده بالتاء أو إذا تميز واحده إذا لم يكن وإذا تميز واحده بالوحدة فإنه حينئذ لا يكون للعموم. يبقى هو ليس للعموم إذا لم يكن وإذا تميز واحده بالوحدة لأن اللفظ نفسه دال على الوحدة، دال على المفرد، فكيف أقول أنه إذا دخلت فيه الألف واللام يكون للعموم؟ من أولو كالرجال إذ يقال رجل واحد فهو في ذلك للجنس لأنه يستطيع أن أنت تقول إيه رجل واحد يبقى تميز الرجل بالوحدة. فإذا تميز الرجل بالوحدة لا يكون للاستغراق إذا دخلت عليه أل، فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض كما مر نحو شربت الماء، يعني شربت قدرا من الماء. واخد بال حضرتك شربت الكلام للحقيقة الصادقة بكوب صغير من الماء. ورأيت الرجل حتى ولو كان صغيرا ما لم تقم قرينة على العموم. صحيح يبقى رأيت الرجل هذا أيضا ليس للعموم
لماذا؟ لأن الرجل مما يتميز بالوحدة. تقول رجل واحد، رأيت رجلا واحدا، الوحدة تدفع الاستغراق، ليس المراد رأيت كل ما يسمى بالرجل. يبقى أو تميز بالوحدة مثالها إيه؟ يعني تميز واحده بالوحدة كرجل واحد، يعني بزيادة اللفظ واحد. لا، تميز يعني أننا في بعض الصياغات نستطيع أن نقول واحد، رجل واحد. سليم؟ ولكن بزيادة ال أيضا، رأيت الرجل مثلا. لا، هو بيقول لك انظر إلى المفرد، إن كان المفرد يتميز بالواحد فإنه حينئذ لو دخلت عليه ال لا تجعله للعموم. ده كلام أبو حامد الغزالي في المستصفى. قال: وكان ينبغي أن يقال وتميز بالواحد بدل أو، ليكون قيدا فيما قبله، فإن الغزالي قسم ما ليس واحدا. لا لا لا، ده رائع، ما تخلوش الأو هنا، يعني هي الواو صحيحة لأنها قيد فيما سبق. فإن الغزالي قسم ما ليس واحده بالتاء إلى ما يتميز وحده بالوحدة فلا عم، أو ما يتميز بها كالذهب فيعم، كالمتميز وحده بالتاء. طيب سيبك بقى من كل ده، سيبك من التدقيقات دي، لكن أهو قال: إذ يقال رجل واحد فهو في ذلك للجنس الصادق ببعض الأفراد، نحو شربت الماء ورأيت الرجل، ليس لكل الرجال، ما لم تقم قرينة على العموم. يبقى إذا كان واحده يتميز بالوحدة فإنه حينئذ إذا دخلت عليه ألا يكون للعموم، لأن كل ده من الإيه؟ من الأطر المذكورة. كلمة هكذا إزاي؟ يعني رجل، امرأة، كتاب، كل لفظ مفرد هكذا يعني يدل على الوحدة. إزاي؟ بس ده الكتاب، كتاب واحد. خلاص ماشي عند إمام ماشي عند الغزالي إنه مش للعموم. إذا كل لفظ مفرد لا يعم عنده. لا بلاش كل، انت بتشوف السياق وتشوف الاستعمال، رجل واحد، كتاب واحد، امرأة، ما هتقول المرأة واحدة، ماشي خلاص. اذا كان مما يعني يتسم بالوحدة كأن تقول رجل واحد، خلاص ماشي، التزم هذا ولا شيء فيه. بس كل ذلك مذاهب غير مرضية، انما ذكرناها فقط من اجل استيعاب الاقسام. طيب نكمل. هذا كله يعني كل ما سبق إذا لم يتحقق عهد، يعني إذا لم يوجد عهد. فإن تحقق يعني إيه؟ يعني كأننا تأكدنا من وجود عهد. فإن تحقق عهد صرف إليه جزما. يبقى أنا عندي إذا تحقق عهد أو لم يتحقق عهد أو احتمل وجود عهد. إذا لم يتحقق عهد حملت على العموم، إذا شك في وجود عهد أو لا حملت على العموم، إذا تحقق وجود عهد فإنها تكون لما عهدت له. فإن تحقق صرف إليه جزما، يعني بلا خلاف. وكأن ذلك قرينة التخصيص اللي هو العهد. طيب في كلام طويل. وفي معنى المعرف المذكور في إفادته العموم ما دخلت عليه ال، دي بقى خليها مرة أخرى. قال: وكأن، طيب أما إذا تحقق عهد صرف إليه جزما خلصنا. هو له مثال كما في قوله تعالى: كما إذا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هو ده الرسول اللي هو الذي سبق ذكره، فالألف واللام هنا تحقق فيها العهد فترجع إلى العهد السابق، وليس يعني إلى كل رسول
كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أنه رسول يعني الذي أرسلناه إليه، الرسول السابق. عايز تقول يا منى؟ آه نعم، هو لا غيره. المصباح في زجاجة، الزجاجة عيد إلى إيه؟ المذكورة. يبقى الألف واللام هنا للعهد، فتحقق هنا العهد. إذا لم يتحقق عهد حملت، إذا شككنا في وجود عهد أو لا أيضا حملت على العموم، لأن الأصل العموم ويعني يعمل بهذا الأصل.